انعقاد هذا اللقاء الموصول بالرعايه المولويه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وبمشاركه نخبه من ابرز الباحثين والمؤرخين المهتمين بتاريخ وطننا الحبيب الذي تعد فتره حكم المقبول له محمد الخامس طيب الله ثراه من اهم فتراته التاريخيه باعتبارها مرحله زاخره بالنماذج الحيه في حركه التحرير الوطني. اقول ان انعقاد هذا اللقاء المتميز بتناوله للمرحلة الثانية من عهد زعيم التحرير وباعث الوعي الوطني لكثير بالكشف عن جهاد ملك قلما جادت به حركة التحرير في مختلف الأوطان والأمم في العصر الحديث. جهاد موسوم بحمولاته الكبرى وفي مقدمتها بعث الوعي الوطني وتحقيق الاستقلال المغربي عن الاستعمار البغير والدفاع عن وحدته الترابية التي كانت من أولويات تطلعات الأمة المغربية، بالإضافة إلى المشروع الإصلاحي الذي جاهد من أجله المقصود له من أجل تحديد جديد وتحديث هياكل الدولة وأجهزتها وتطويرها إلى المستويات الراقية والمطلوبة أبدا. السادة الأفاضل، وأنا أشارككم هذه المناسبة المتميزة لا يسعني إلا أن أذكر بحدث تاريخي هام عرفته هذه المدينة المجاهدة التي تتشرف باحتضان هذا اللقاء العلمي، ألا وهو تخصيصها من طرف الأمة المغربية وزعيم الدفاع الوطني المغفور له محمد الخامس بالزيارة التاريخية غادة الاستقلال في يوم 15 يوليو 1956. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على المكانة الخاصة التي كانت تتمتع بها المدينة والريف عامة لذا جلاله تغمده الله بوسع رحمته. فإذا كان الخطاب التاريخي من طنجة يوم 9 أبريل 1947 الذي طلب فيه المغفور له محمد الخامس باستقلال المغرب ووحدته الترابية قد تردد صداه في أقاصي المغرب كله من شماله إلى جنوبه وأذكى حماس الشعب المغربي بالالتفات وراء قائده العظيم، فإن خطاب النهضة من الأهمية البالغة بما كان، إذ لا زال إلى يومنا هذا صداه يتردد خاصة لدى كبار السن ممن عاشوا هذا الحدث الكبير. وقد أثنى المغفور له في خطابه السابق على أبناء المنطقة في جهادهم ومقاومتهم للمحتل موجها تحية ملكية خاصة للمستثمرين والمقتدين في ذلك رفائهم أم الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه. السادة الكرام، ما كان بوسع هذه الكلمة مقتضبة جدا أن تلهم ولو بجزء يسير جدا من المرحلة الثانية من عهد السلطان السيد محمد بن يوسف فهي لا محالة مقصرة، وبالتأكيد فإن الأساتذة الأفاضل المشاركين والمساهمين في هذا اللقاء العلمي ذات الأهمية سيوافقوننا بما تسخر به إنتاجاتكم الفكرية والتاريخية.